السلام عليكم، صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. في هذا الفيديو القصير ان شاء الله حبيت نقاسمكم تجربتي البوزلو مفور، ولا كيما حنا جوي هنا نقولوا زلي فاير. اول مرة نجربه، حبيت نقاسمكم هذه التجربة. بعد ما كنت شوطت الزلي في مليح ونقيته وغسلته وقطعته، وجدت التتبيلة اللي كيما تحبي ديريها ديريها. مثلا انا يا هنا درت ثوم وتاخد حشاوش توابل مشكلة، درت راس الحانوت ودرت شوية فلفل الكحل، طماطم درت ما درتش تاع العلب، درت برك الطماطيش خضرة، شوية ملح، قارص كنت ديجا مكونجليا بعض المكعبات، هنا درت زوج مكعبات، نحب هذيك الحموضة شوية في كل أنواع اللحم، ودرت ثوم. دونك هنا خلطت كامل هذون الدرسة، هذه كامل خلطتها، جبت الزليف تاعي، حاولت ان نغمد كل طرف منه في هذاك الخليط ولا هذيك الدرسة، خليته ساعتين في الفريجيدير حتى يتشرب شوية هذيك البنة تاع التوابل والثوم اكسيتيرا. جبت هذاك بعد ما كان بقى ساعتين في الفريجيدير، لمت كل طرف منه في البابي فيل، عاودت نفس الطرف لمته ثاني في البابي الومنيوم حتى كملت كامل وش عندي. جبت هذو كل الاطراف كامل سرشتهم في الكسكاس، يعني اذا كان زليف تاعك صغير كسكاس صغير راح يكفيك، اذا كان كبير معناتها لازم كسكاس كبير. غلفت بعد ما كنت غلفت كل طرف منه في الالومنيوم، بلاصيتهم في الكسكاس تاعي. بعد ما غلى الماء رجعته للكسكاس، قبل ما نحطه فوق الكسرونه تاع اللي مفور فيها، عاودت غطيته كامل بالالومنيوم، قلت باش ما يديليش بزاف الوقت ويفور ثمثم، عاودت لمت كامل في الالومنيوم ودرته يفور حوالي ساعتين. قلت كل مره نفيريفي الماء باسكو يتخافيه ينشف، دونك تفيريفي شاك 20 دقيقه هكذاك تفيريفي الماء. حوالي ساعتين ونص نورمالمون يكون طاب، هي ماهيش مشكل كي تجبدي بعد ساعتين ولا تجبدي طرف وتحاولي تشوفي اذا كان دخلو طيب. شفت بزاف ثاني عاودوا نفسه، يعاودوا يرجعوه بعد ما يكون طاب بعد ما فورتيه، يرجعوه للكوشه ويحمروه ثاني. بزاف شكروه وقالوا يجي مليح. دونك انا ديجا هذا اللسان ديما كل عيد هو حق بابا، ربي يخليه ان شاء الله. جربته وعجبو بزاف، يعني دارنا كانوا يغلوه برك في الماء، انا كي دليت هذه الوصفه كنت نجربها، عجبو بزاف. يعني لاحظ الفرق بين انه يكون فاير بهذيك الدرسه وانه يكون مغلي في الماء والملح برك. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ينعاد عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله والعاقبه العام الجاي، تهلاو في رواحكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله.